لنعرف أكثر عن حالة الطقس. طبعا معنا شادي جاويش المتنبئ الجوي لنسأله عن التوقعات للأيام الجاية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ شادي. مثل ما سمعنا أو مثل ما قرينا على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن في منخفض رح يكون بنهاية الأسبوع، ما مدى صحة هذا الشيء؟ لا، المنخفض بلش مبارحة تقريبا وشعرنا فيه خلال الساعات الماضية. كان في عنا هطولات مطرية ضعيفة نوعا ما متفرقة على المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية، لكن باقي المناطق كان في انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع نشاط على سرعة الرياح مثل ما لاحظنا الليلة الماضية خاصة. اليوم الانخفاض مكمل معنا، الحرارات عم تكون دون المعدل بحدود 2 ل 4 درجات مئوية، وبضل في عنا فرصة ضعيفة جدا على المرتفعات الساحلية فقط. أما باقي المناطق الجو عم يكون بين الصحو والغائر جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة مثل ما ذكرنا دون المعدل بحدود 2 ل 4 درجات مئوية. من بكرة إن شاء الله في عنا ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ترجع لمعدلاتها الطبيعية. طبعا بيكون عندنا اختلاف واضح بين الليل والنهار مثل ما ذكرتوا نتيجة الكتلة الباردة اللي رافقت المنخفض. بالنهار طبعا عم يعوض أشعة الشمس فقدان الحرارة نتيجة انه النهار عم يكون طويل خاصة مع اقتراب فصل الصيف. ليلا بيضل الجو مائل للبرودة حتى نهاية الأسبوع، وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بداية الأسبوع القادم. نعم استاذ شادي، يعني هل رح ترتفع كمان درجات الحراره اكثر من معدلاتها الطبيعيه؟ رح يكون في موجه حر بالايام القادمه؟ لا، الحقيقه مثل ما ذكرنا ارتفاع بدايه الاسبوع القادم رح تكون الحراره فوق المعدلات الطبيعيه، يعني بدءا من يوم السبت والاحد حتى منتصف الاسبوع نحن نقول انه الحراره رح تطلع فوق المعدل بحدود 3 الى 5 درجات مئويه. تقريبا في دمشق نحن المعدل حاليا 33، ممكن توصل الحرارة بحدود 37 أو 38 درجة مئوية خلال يومين الأحد والاثنين القادمين. نعم. أستاذ شادي، كمان عم نلاحظ هطولات مطرية كمان عم بتكون ببعض الأرياف، رح يكون في هطولات بالأيام الجاية؟ لا، هلأ هو مستبعد، يعني نحن في فرصة اليوم نهارا على المرتفعات الساحلية نتيجة المنخفض اللي مرق، لكن من بكرة أو الأيام القليلة القادمة الأجواء عم تكون مستقرة، ما في هطول أمطار لا بالمنطقة الساحلية ولا مناطق أخرى. نعم. لذلك بعد خلال الفترة القادمة. نعم أستاذ شادي جاويش، نحن نتشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها والتوقعات للأيام القادمة بخصوص طبعا الطقس. شكرا لك.